معانا مروة. اهلا يا مروة. الو، يا مروة اتفضلي. بقول لحضرتك ايه لو سمحتي. انا كنت متجوزة واحد اكبر مني ب 22 سنة، كتير قوي يا مروة. هو كان عنده اولاد، ولما عرف ان انا حامل. انت كنت زوجة تانية يعني؟ لا، لا، بس هو كان مطلق. طيب. فما عرف ان انا حامل راح مسقطني قصد. يعني اوداكي للدكتور ولا لا. عمل ايه يعني؟ ضربك؟ لا، هو عاشرني بطريقه مش كويسه يعني. ماشي. المهم انا سقطت نزفت في ساعتها. وبعد كده منعني من الخلفه اصلا خالص. على اساس هو مخلف وولاده بقى كبار طبعا. وكان بيضرب. وبعدين؟ وبعد كده منعني من الخلفه 6 شهور. وبعد كده طلقني. طيب سؤالك ايه بقى؟ انا عايزه يعني، انا بصراحه يعني بعض، انا عايزه اعرف ربنا هيرد لي حقي. يعني انا اقعد بحزن بصراحه عليه كتير جدا. ربنا فعلا يعني دعوه المظلوم دي ربنا يقعده، يعني هيقعد له. ربنا ياخد لي حقي فعلا. مروه سامعاني؟ اه ماشي. يعني انت كنت متجوزاه جواز شرعي عادي ولا بقى عرفي؟ لا لا، شرعي عادي وكل الناس عارفه وكل الدنيا عارفه. امال هو ما كانش عايز يخلف ليه؟ عشان عنده اولاد، عشان خاطر اولاده مش عاوزينه ان هو يبقى في حد يورث معاهم كده. ماشي يا حبيبتي. ماشي. حاجه يعني بصراحه مؤسفه قوي ومحزنه. فرق السن كبير. احيانا بتستمر الحياه وتجد الزوجه في كبير السن ده يعني حنان وعطف يعوضه عن حنان الاب. بيحصل كده، بنشوف بعض النماذج بهذا. بقى عايزه حد حنين عليها زي ابوها فبتتزوج والحياه بتستمر وتبقى جميله. ولكن سبحان الله، يعني هو يعني عمل جريمه. ده كان ممكن ماتت في ايديه. يعني هو ده بيقول لك هو اللي اجهضها. يعني كان ممكن ماتت في ايديه. طبعا. فتحمد ربنا ان هي الحمد لله يعني لم تصب بمكروه. والإنسان لما يظلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يكفي، والله عز وجل لا يرد دعاء الظالم. الإمام ابن رجب يقول حتى ولو كان كافر، لو مظلومة، ما هو مظلومة، لو مظلومة، حتى ولو كان المظلوم ده كافر وعلم أن له ربا يأتي إليه بحقه ورفع يديه لا يرده الله عز وجل. فما بالك لما يكون الإنسان مثلا مسلم. فإذا انت عليك انك انت تدعين بما شئتي، او تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، واكيد ربنا ان شاء الله هيجيب لك حقك اكيد.